السوم السوم كلاكيت تاني مرة 11 هدف 11 هدف وعمر السومة يتقدم للعربي ويصبح هدافا للدوري. نعم عمر السومة هداف الدوري السعودي مرات ومرات ومرات، هداف الدوري الكويتي مع القادسية مرات، هداف الدوري حاليا مع النادي العربي هنا في الدوري القطري، ويرفع رصيده للهدف رقم 11 وتاني أهداف العربي قبل نهاية الشوط الأول. حول الخسارة إلى تعادل ثم إلى انتصار. نعم العربي يتقدم بالهدف الثاني، ليس هناك تسلل. اوه هل اثر على اللعبه ولا لا؟ بالعكس ده هو تفاداها، ده هو تفاداها. نعم بالفعل، نعم عبد الله المريسي تفاداها. هل اثر على اللعبه؟ هل تداخل؟ هل شارك؟ هل حصل على فائده؟ هل اثر على المنافس؟ هل وهل 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 السومه يسجل، الحكم المساعد يقول العب.